يا رب اجعلني إليك أواها منيبا. اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني برحمتك يا رب العالمين. يسر لنا كل عسير وفك عنا كل كرب يا رب العالمين. يا رب اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين.